اتهمت رئيسة وزراء بنغلاديش معارضيها السياسيين بالمسؤولية عن أعمال العنف والتخريب التي شهدتها البلاد على مدار أيام من المواجهات والاحتجاجات الطلابية، والتي انطلقت تنديدا بنظام تخصيص الوظائف الحكومية. أكدت رئيسة الوزراء في كلمة أن حكومتها اضطرت إلى فرض حظر التجوال لحماية أرواح وممتلكات المواطنين، وتعهدت برفع الحظر حين تتحسن الأوضاع الأمنية. كانت السلطات قد أعلنت ارتفاع أعداد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد إلى أكثر من 800 شخص، في حين تشير إحصائيات وكالة فرانس بريس إلى أن عدد الموقوفين يتخطى 1200 شخص، مع مقتل 172 شخصا بينهم عناصر في الشرطة.